الرحيم. أنا علي بن الحسين ابن علي. أنا علي بن الحسين ابن علي. نحن وبيت الله أولى بالنبي. والله لا يحكم فينا ابن الدعي. أطعنكم بالرمح حتى ينثني، أضربكم بالسيف حتى يلتوي، ضرب غلام هاشمي علوي، ضرب غلام هاشمي علوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم ونحن وإياكم في هذه الليالي الحزينة والأليمة، ليالي عاشوراء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهذه الليلة المباركة، ليلة التاسع من شهر محرم الحرام، المخصصة لسيدنا ومولانا شباب الطف علي الأكبر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم يا خدام أبي عبد الله الحسين بهذه الأيام العصيبة والأليمة. ليلة واحدة تفصلنا حقيقة أحبائي المشاهدين عن يوم عاشوراء، يوم الدم والفداء، يوم البيعة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو ينادي: ألا هل من ناصر ينصرني؟ ألا من معين يعينني؟ عظم الله أجورنا وأجوركم. حقيقة أحبائي المشاهدين، نعزي أنفسنا ونعزي إخواننا في محافظة خوزستان، وتحديدا في مدينة عبادان، بوفاة خادم أهل البيت أخي وحبيبي وصديقي الرادود الحسيني الملا مجيد دريس. اليوم هو في ضيافة الإمام الحسين سلام الله عليه. حادث سير بسيط أدى إلى فقدان حياته حقيقة، وانتقاله إلى الله سبحانه وتعالى، وبجوار سيدنا ومولانا المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو لابس ثوب العزاء على سيد الشهداء، منتهي من مجلس يريد ينتقل إلى مجلس آخر، للأسف حادث سيارة وتوفى الملة رحمة الله عليه. أسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين أن يحسن عاقبتنا إن شاء الله تعالى، أن يحسن عواقب أمورنا إن شاء الله. زيارة النيابة لحرم سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين مثل ما وعدناكم أحبائي المشاهدين، لجميع المتصلين ببرنامج خيمة الإمام الحسين. اليوم ويانا ضيف جدا 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 مميز، علم من أعلام كربلاء المقدسة، هذا الرجل المتواضع اللي من نستمع إلى أنفاسه ونستمع إلى صوته تذهب مخيلتنا إلى المرحوم حمزة الصغير رحمة الله عليه، الرادود الحسيني المبدع، أستاذي وعزيزي أبو علي حسين الصغير. راح نلتقي بالملة إن شاء الله، ولكن بعد أن نطلع الفاصل المعتاد من العتبة الحسينية المقدسة، فإلى هناك. ودا يرجع يخدم بمجلس إمامه، وأنا عندي بالدين بس حبيبي الحسين، وأنا عندي بالدين بس حبيبي حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي المولى أبي عبد الله الحسين، بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن والدي ووالدي والدي ومن قلدني الدعاء والزيارة قربة إلى الله تعالى، وبالنيابة عن الأخ فرحان حسون من واسط لؤي من البصرة الدعاء بالشفاء والذرية بحق سيد الشهداء، أبو حيدر من واسط الدعاء له بالشفاء، نور الأسدي من بغداد، مجيد عبد خاني من إيران، هند الأسدي من بغداد دعاء خيري من البصرة، المرحومة علي حسن مهدي، مرتضى الهلالي الأخ العزيز مرتضى الهلالي من مدينة المحمرة
نسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين له الشفاء العاجل إن شاء الله. الحاج أبو عادل من لندن، الحاج أم علاء من لندن، إبراهيم من لندن، علاء من لندن، فاطمة من لندن، مريم من لندن، الأخت أم زهراء من بغداد، الشفاء العاجل إن شاء الله ببركة سيد الشهداء. الأخ ماجد حميد من ميسان، الشفاء العاجل إن شاء الله بسيد الشهداء الإمام الحسين. المرحوم الرادود الحسيني الذي قضى نحبه اليوم صباحا، أخي وعزيزي وحبيبي الرادود الحسيني الملا مجيد دريس، نسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين أن يكون مع الحسين في هذه الليلة وبجوار الحسين في هذه الليلة إن شاء الله. الأخت أم يقين من كربلاء المقدسة، الأخ العزيز محمد صفا، الأخت إنسان من البصرة، الأخ مسلم من البصرة. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. إلهي بالحسين يا رب، عافي وشافي جميع المرضى يا الله، أستر أعراضنا بستر الحوراء زينب يا الله، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله، ارحم أمواتنا، ارحم شيعة أمير المؤمنين يا الله. سأتشرف وأذهب إلى الشباك المقدس لحرم سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين لكي أضع هذه الورقة داخل الشباك المقدس، وأسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. حمد لله السنة أخدم حبيبي، الله أجورنا وأجوركم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية. مثل ما شاهدت زيارة النيابة لحرم سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين في هذه الليالي المباركة، كثير من الأخوة الأعزاء يتصلون بينا ويوصوننا بالدعاء في هذه الأيام المباركة، ودائما حينما أتشرف وأذهب إلى مولاي أبا عبد الله الحسين أقول له سيدي أندري بك المايل وجه شراي، وحاشا أبا عبد الله أنه يرجع أحد خايب. فأسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين وبكرامة هذه الليالي أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وأن يقضي حوائج المحتاجين. أذكر السادة المشاهدين بالأرقام الظاهرة على الشاشة، اليوم ويانا ضيف جدا رائع، خادم من خدمة الإمام الحسين، رجل متواضع جدا جدا جدا، خادم أهل البيت الرادود الحسيني الملا حسين الصغير. حياك الله أبو علي. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي الأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل، ألا وهو مصاب أبي عبد الله الحسين يا أبا عبد الله، ونسأل من الله أن يتقبل خدمتنا بأحسن قبول إن شاء الله يا أبو علي، إن شاء الله مقبولة. الله يوفقك، الله يعطيك الصحة والعافية، ودائما ما ترجعنا خايبين، دائما تلبي الدعوة لقناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه محسوبة. هذا واجب عليه. أي والله، هذا واجب عليه. هسه مو جاي أنا أتملق لو أريد أحصل فشي، لا والله وحق الحسين هذا حكي قلب ولسان. أبو علي أنت يعني من القلائل، خلينا نحكيها. الله يسلمك. إيه؟ الله يحفظك، الله يبارك بيك ويرعاك. هذا واجب عليه، كل رادود كل شاعر مطالب من جمهوره ومطالب من أحبابه، فلازم يلبي طلباتهم، لازم يلبي دعواتهم، لازم يعني، فهذا واجب عليه يعني، مو مستحب. وأنا خادم أبو علي، وأكبر شرف لك، معذرة إذا كانت العبارة غير لائقة، لا لكن شرف لك أنه
اسمك مرتبط بسيد الشهداء الإمام الحسين أولا وثانيا بالرادود الحسيني رحمة الله على روح المرحوم حمزة الزغير. مثل ما ذكرت مقدمة البرنامج من نشوف حسين الزغير مع حفظ الألقاب طبعا نذكر الرادود المرحوم شيخ حمزة الزغير رحمة الله على روحه. فهنيئا لك. الحمد لله. اي والله الحمد لله. هو طبعا لقب حيل ثقيل وكون اللي حمله يعرف معنى كبر هذا الاسم. هسه رغم يعني رغم ما هو المعنوي يعني ماديا هو او كاسم هو الزغير، كلمه الزغير هي اي شيء صغير، بس هو اللقب حيل كبير يعني حقيقه. وانا اشكر الله والحسين لهذا اللقب. طبعا هو مو انا اللي لقبت روحي، هي الناس اللي لقبت حسين الزغير، وانا حاكيها اكثر من مكان واكثر من قناه. يعني لقبت بالزغير لصغر سني ولكثره قراءتي باطوار حمزه. ذاك الوقت انا كنت صغير بالعمر واقرا ومجالس وكان اكو شاعر اسمه حسين عبد الهادي صديق والدي، فكنت انا ويا والدي وكنا سوا يعني. فمن خلال التمييز يعني انه هذا حسين وهذا حسين الزغير، الزغير مشت الزغير الحمد لله والشكر. فمن عد ما كنت صغير كنت هيك يعني ما ماخذ اهميه للموضوع، لكن من وعيت للدنيا وتفهمت حقيقه باوعت اللقب انه ثقيل حيل. الحمد لله والحمد لله والشكر. هنيئا لك يا ابو علي. الله يسلمك. هنيئا لك وبارك الله بك. الله يبارك بك. ليله الشباب وليله عيل اكبر. وحقيقه انا مفجوع اليوم باحد اصدقائي خدام ابي عبد الله الحسين رحمه الله على روحه. نسال الله ان يرحمه برحمته الواسعه. رحم الله والديك. وانا بدايه الحلقه قلت لك هنياله وعليه بالعافيه. اي والله هنياله. ما شرحت. هنياله اللي يموت هيك موت. اي والله هنياله. حقيقه هنياله اللي يموت هيك موت. هنياله. وسوى يم الحسين ان شاء الله. خوش عاقبه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ابو علي حق الشباب على الشباب وليله علي الاكبر سلام الله عليه. انا مثل ما تدري يعني حتى المشاهد يكون على بينه. من المنبر وجيت للقناة. هنيئا لك. ومن طبيت للقناة اتفقنا انه كل شيء ما محضر. هنيئا لك. هنيئا الله يسلمك يا ابو علي. لكن اقرا لك مستهل للكبير عزيز القلقاوي. قرا المرحوم حمزة الزغير. رحمة الله عليه. نريب ديلي تسعى ما تنطفي الأكبر، نريب ديلي تسعار ما تنطفي الأكبر، والنار شي طفيها تحرق قلب راعيها، ما تنطفي الأكبر. الله 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 عليك. أحسنت يا أبو علي. طيب الله أنفاسك. أحسن الله عليك. الله يبارك فيك. العام الماضي لحسن حظنا أيضا شرفتنا ونورتنا جو خيمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله لا يحرمنا من هاي الخير. العام كانت ليلة القاسم وهالسنة ليلة علي الأكبر. فهنيئا لنا بخدام أبي عبد الله الحسين. ناخذ اتصال أبو علي وأرجع إلى خدمتك إن شاء الله. بس الاسم يا شباب رائد بن واصل. السلام عليكم ورحمة الله عزيزي. حياك الله يا رائد عظم الله أجوركم. الأخ رائد من واسط. نعم موجود. انقطع الاتصال عزيزي رائد. إن شاء الله اسمك مسجل في زيارة النيابة لحرم سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين في هذه الأيام العظيمة والأليمة. نعم مله تشرفنا أنه نكون في خدمتك في العام الماضي ليلة القاسم وهالليلة ليلة علي الأكبر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وإحنا جايين نسولف قبل لا نطلع على الهواء ذكرت لي أنه هاي وقفتك من الصبح لهسة وراح تستمر الوقفة للساعة 4 الفجر وراح تستمر الوقفة إلى أيام الأربعين إلى آخر زائر من يطلع من كربلاء المقدسة. ونسأل الله لا يحرمنا هاي الوقت. اللهم آمين يا رب العالمين. هواي رواديد يقول لك أنا لازم أتفرغ
يكون عندي وقت راحة، ما أقدر أشتغل شغلة ثانية، أنا بس رادود، أنا أخدم الحسين بقصايدي، أنا أخدم الحسين بحنجرتي بصوتي إلى آخره. فأبو علي شنو اللذة اللي جاي تحس بيها أنت بهاي خدمتك؟ بس أن نأخذ الاتصال وأرجع لك إن شاء الله. الأخ العزيز من واسط، السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا نور عيني، عظم الله أجوركم، عظم الله أجوركم عزيزي. أجورنا وأجوركم ورحمة الله وجهك على هذا البرنامج الرائع الطيب، والله أحب الشغل الحين وادعينا وياك. خادم يا أخوي، تأمرني أمر إن شاء الله تدلل خدمتك يا عزيزي، إن شاء الله ما راح أنساك من الدعاء. عين الله يوفقك، تدلل من الدعاء أكثر، سجلني بالواقع ماتك اللي هسه أمام الحرمين. مسجل اسمك ان شاء الله، راح يسجلون الشباب ان شاء الله. خادم لك يا اخوي، تأمرني امر. يا الله اطلبها من سيد الشهداء الامام الحسين، من رب العالمين بالبدايه ومن سيد الشهداء، لانه خير وسيله الى الله. خادم ممنون، ممنون لك يا نور عيني، ممنون، شكرا جزيلا لاتصالك يا عزيزي، واسمك ان شاء الله مسجل في زيارة النيابة. الأخ سيد محمد من محافظة بغداد، السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا سيد محمد، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم مولانا. حياك الله سيدنا العزيز، أهلا ومرحبا بك. الله يعز غاليك، عظم الله لك الأجر. مأجورين يا نور عيني، موفقين إن شاء الله. مولانا أنا رجال عندي مريضة. يا الله. خالي وتدعي لي ممير المهم سيدي ومولاي ابو عبد الله. خادم تأمرني عندي يوم. عندي ايتام، عندي خمس بنيات امهم توفت وزوجت وحده. نعم. وحده طلعت مريضه بها فتحه بالقلب وصمام ونايمه بالمستشفى. والدة تدعي لي يمكن الحسين. يا الله كفا. الله يشافيها ويعافيها بجاه سيد الشهداء. بسم الله احمد واجهك. خادم خادم يا اخوي. تأمرني سيدنا العزيز. بطن عيني سيدنا، تأمر 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 خادم. الله على واجهك، والدة تدعي لي وليد السيد القاري يقرأنا علم البنين طار الحوائج. من الحسين الصغير إن شاء الله، خادم 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 إن شاء الله. بارك الله بك يا عزيزي، الله يقضي حاجتك بجاه السيدة أم البنين إن شاء الله تعالى. اسمك مسجل في زيارة النيابة، ونسأل الله بحق الحسين لزوجتك الشفاء العاجل إن شاء الله. أبو علي حياك الله مرة ثانية. الله يحييكم اللاتي. الله يخليك ويرعاك. الله يبارك فيك. سألتني بالبداية قبل الاتصال. نعم. قلت لي بعض الرواديد يقولون احنا نخدم قصائدنا، نخدم صوتنا، نخدم، ولازم انا اتفرغ هاي الايام، ولازم انا اكثر اهالي كربلاء يدرون والدي كفيل موكب، ومن مات الله يرحمه ويرحم امواتكم صرت انا كفيل أبطال الطف. هنيئا لك. الحمد لله. فأنا قبل محرم أبدي بنصب التكي. جميل. وأبدي بتحضير المواد، وأبدي بتحضير طباخ نقوص، قدر نقوص، حديد ما حديد، لالة نقوص، جامة مكسورة، مراية ما أعرف شنو، يعني ديكورات التكية. وكل سنة تعرف أنت لازم تغير، كل سنة لازم تشتغل في الديكور جديد. جميل جدا. من خلال النقل تتكسر لالة، تتكسر يعني. أكيد طبعا. أظل أنصب التكية إلى أن ليلة واحد محرم، ليلة تبديل الأعلام. إن شاء الله هنيئا لك. أنصب وأكمل ليلة تبديل الأعلام، أفتح التكية، يبدي مجلسي يوم واحد محرم، ليلة اثنين محرم. السنة الحمد لله الله وفقنا بالقراءة بالعتبة العباسية، تبديل الرايات. هنيئا لك. الحمد لله، نسأل الله لا يحرمنا. هنيئا لك. وبعدها بدأ عزل العباسية، الجمهور طرف العباسية بدأ أول يوم محرم. فبالليل أنا بالعزة ما شاء الله، وبالنهار أنا بالتكية ما شاء الله. هنيئا لك. والحمد لله. وشكرا. راح نحكي على تحضير القصائد، لانه انت ما عندك وقت لتحضير القصائد، بعد ناخذ الاتصال ان شاء الله ابو علي بس من رخصتك. تفضل. الاخ محمد من الصويره، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم عزيزي يا محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا نور عيني، عظم الله أجوركم. الله والله عزيزك ورحمة الله وديك على هذا البرنامج هذا. خادم يا نور عيني، خادم لك. عظم الله أجوركم بمصاب أبو عبد الله الحسين. أقول لك أنا رسل وديك هذا المجلس صار لي 6 سنوات هاي عند رجلي، بس تكتبون اسمه وتذبونه بالصفات الإمام الحسين. تأمر يا أخوي، تأمر 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 إن شاء الله. أي والله رحمة على والدك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خادم، تأمرني أمر. أي والله أسعد لكم الحسين إن شاء الله، مو مجرين إن شاء الله على البرنامج. دلل الله يبارك فيك ويرعاك يا أخوي، الله يشافيك ويعافيك إن شاء الله. اي والله رحمة على والدك، بس هذا الشام عندكم فلوس. خادم يا أخوي تأمر. اي والله بس اكتب اسمي وذبه بال يوم ابو عبد الله. تدلل يا أخوي تدلل، بخدمتك يا نور عيني. الله يسلمك. ممنون ممنون يا محمد، شكرا جزيلا لك يا عزيزي. الله يبارك بيك ويرعاك ان شاء الله. طبعا اليوم اللي تشرف انه يذهب الى ضريح مولاي ابي عبد الله الحسين ويخلي الاسماء في الشباك المقدس هو اخونا وعزيزنا ابو فاطمه، احد كوادرنا في مدينه العماره. كل سنه ان شاء الله الله يعودنا بحق محمد وآل محمد، كل سنه يجي هو تاسعاء عاشوراء هو يشرف بالذهاب الى حرم المولى ابي عبد الله الحسين. اسال الله بحق الحسين ان يوفقه ويعوده ان شاء الله. ابو علي معذره نقطع كلامك بالخير ان شاء الله، ولكن اتصالات وحوائج الناس وعيون الناس كلها متوجهه الى كربلاء في هذه الايام. ابو علي انت خادم الحسين وتصعد تتشرف بالصعود الى منبر الحسين يوميا، فلا تنساهم بالدعاء في دوار روحك. أسأل من الله بحق باب الحوائج أن يقضي حوائجهم ويشافي مرضاهم بحق مريض كربلاء. يا الله يا الله بجاه الحسين إن شاء الله. آمين. الله يحفظك يا أبو علي. تحضير القصائد يمتى يكون أبو علي؟ تحضير القصائد يعني بعض القصائد يعني قبل محرم بشهر، وبعض القصائد بيومها، وبعض القصائد أنا على المنبر وتوصل. ما شاء الله ما شاء الله، والحمد لله والشكر. هني لك يا أبو. يعني أنا تتبع الخبرة هي. صحيح. تتبع الخبرة أنت، يعني الخبرة موجودة عندك، عندك وقت مثل تقرأ القصيدة تراجعها، بس خاف فيها غلط مطبعي لا غير. الشاعر اللي يجيب لك القصيدة أنت واثق من عنده. جميل، هو هذا المهم. أنت طبعاً واثق من عنده من خلال شاعريته، أنت واثق. ما تظل تعدل وراه، ما تظل يعرف أنت شو تريد، يعرف نفسك، أنت تعرف نفسه. بقت أنت متفق على 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 لون، يعني على بحر شعري يوصل لك. جميل جدا. احسنت يا ابو علي، خلينا ناخذ اتصال وارجع الى خدمتك. بس الاسم يا شباب مو واضح. الاخت زينه من بغداد، السلام عليكم ورحمه الله. اختي عليكم السلام ورحمه الله. عظم الله اجوركم يا اخويا. عظم الله اجرك واجرنا ان شاء الله. اللهم امين. بس حبيت نعم تفضل يا اختي. بس حبيت اعزي الامه الاسلاميه والناس والعالم وشيعه امير المؤمنين، ويا ريت لو انت تكتب اسمي بالزياره. خادم يا اخوي تأمريني تأمريني ان شاء الله تدللين. تسلم. والدي بالنيابه عن والدي احب يعني هم تنكتب اسمه ويانا. خدام لكم يا اخوي ان شاء الله، تأمرينا امر ان شاء الله تعالى. لا تسلم امر عليكم ظالم. بارك الله بكم وبجهودكم. اشكرك يا اخوي ممنون، اشكرك. شكرا جزيلا للأخت زينة من بغداد، وإن شاء الله اسمكم مسجل في زيارة النيابة. اتصال من الأخت صابرين، السلام عليكم ورحمة الله. أختي عظم الله أجوركم. أختي الأخت صابرين نعم الاتصال موجود شباب أو انقطع الاتصال. اسمكم إن شاء الله مسجل في زيارة النيابة لحرم سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين عليها أفضل الصلاة وأزكى السلام. أقاطعك بالخير يا أبو علي. أنا خادمك. الله يبارك بيك. أنا خادمك. يا نور عيني أنت. الله يسلم عيونك. نعم وصلنا إلى الشعراء وأنت مرتاح للشاعر من يعطيك القصيدة. إيه أنت الشاعر تعرفه وما ممكن أن تتعامل ويا أي شاعر. يعني ما لك الحقية وإن كان صاحبك وإن كان صديقك وإن كان شاعر قريب عليك. فما مسموح لك أنت تتعامل ويا أي شاعر. صح أنت في بداية الأمر تقرأ لأي شاعر ماكو مشكلة، لكن من توصل لمرحلة تكون أنظار الناس
متوجهة إليك، أنت تكون مطالب بإبداع، مطالب بشعر، مطالب بذائقة كي تختار نصوصك، العفو اختيار صحيح. فلازم تنقي الشعر. إضافة إلى ذلك لازم تنقي إنسانية الشاعر. يجب أن يكون إنسان قبل أن يكون شاعر، لأنه أنت توصل لمرحلة شرعية حقيقية، من تقرأ لشاعر معين أنت تطي شرعية. أكو بعض الرواديد هي عينها عليك، صحيح، تباوع لك أنت اش تصرف تصرف مثلك. جميل جدا جميل. فمن تقرأ لفلان من الناس، من أقرأ لحسين الأميري أنا أنطي شرعية لحسين الأميري، خلاص باقي الرواديد يتوجهون لحسين الأميري. طبعا أحسنت يا أبو علي، طيب الله أنفاسك. أنا أطمع أنه أسمع من عندك هاي دار النوايب، بس بعد أن نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله مباشرة لأبو علي ودار النوايب إن شاء الله. الأخت صابرين، السلام عليكم ورحمة الله. أختي عظم الله أجوركم. أختي صابرين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي. والله أسألك الدعاء. خادم يا أخوي، تمريني أمر إن شاء الله. الله يجزيك. والله أسألكم الدعاء وإن شاء الله الله يقاسم الزيارة إن شاء الله. يا الله بجاه هو سيد الشهداء إن شاء الله. شكرا شكرا يا أختي، ممنون وبارك الله بيك. واسمك مسجل في زيارة النيابة لحرم سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم اتصال بعد عندنا قبل أن ننتقل للملا حسين. ملا علي من بغداد، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ ملا علي. نعم حياك الله ملا، عظم الله أجرك يا عزيزي. عظم الله لك والمصاب استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. انا عندي مريض تدلل، وريكم تدعون ان شاء الله من امام الحسين. يا ابا عبد الله، يا ابا عبد الله دخيلك يا سيدي ان شاء الله يا اخوي، تامرني امر ان شاء الله. عندي والدي الشيخ كريم الحريشاوي كلش مريض، الله يشافي ويعافي بجاه هو سيد الشهداء. نعم اي والله. وبعد الاطفال اللهم ربي يستر على امه محمد وعلى العراقيين، اللهم امين ان شاء الله. اللهم على امه محمد مشافى معافى ان شاء الله، مشافى معافى. خادم لك يا نور عين، الله يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا يا عزيزي، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. واسمك ان شاء الله راح يكون مسجل في زياره النيابه لحرم سيدي ومولاي المولى ابي عبد الله الحسين. ابو علي هاي دار النوايب، والسر بهالقصيده هاي. ما اعرف، ما تعرف، سبحان الله، انه ابو علي تميز بهالقصيده هاي. كثير قصائد قرا وكثير تميز في قصائد، ولكن هاي دار النوايب هواي ابو علي متمسك بيها ويقراها دائما، ولها فت خاصيه من يقراها حسين الزغير. بعض الاحيان تكون روحك قريبه لقصيده معينه. حقيقه القصيده مو انا اللي اول واحد قريتها، قرات من قبل المرحوم محمد حمزة الكربلائي رحمة الله عليه، الله يرحمه، شاعر ورادود، وقرأت من قبل الكبير والأب الروحي والأستاذ الحاج عبد الأمير ليمون تحياتنا له. نعم وقرأت من قبل الكثير من الرواديد، لكن بعض مرات تحس أنت روحك قريبة لقصيدة معينة، فمن يصير اتصالك ويا هاي القصيدة اتصال روحي يصير الشغل غير شغل. جميل جدا. فما أعرف يعني. هسه راح تقرأها إن شاء الله أبو علي بدون أمر عليك. تنوي ثوابها إن شاء الله هدية إلى أرواح جميع شهدائنا الأبرار وخدام أبي عبد الله الحسين، وتنوي ثوابها أيضا لشفاء جميع المرضى، جميع المتصلين ببرنامج خيمة الإمام الحسين، الشفاء العاجل لهم. ولو أنت تعبان أنا خادم. أبو علي مأجور إن شاء الله. أنا خادم. هاي دار النوايب عتبوها وعلى حالي العقيلة ناشدوها، هاي دار النوايب عتبوها وعلى
على حالي العقيلة ناشدوها لا خيام وتلوذ بيها لا زلم ويطحن عليها شلون بامري اليتامى حيروها هاي داري النوايب عتبوها صيح بالله ويا يصيحوا يا هل دار الله اكبر اش صار بهليج خبرينا ويا فلك وضعه تغير ويا مصيبة مردت قلبيك وأثرت حسرات أكثر بالدميع خطت لي صور وتصوريت كل ما سدار وشاهديت محنية الظهار وبمصايبها التعثار والهضم هالدهار شي طح بديها غيرنا اخوات قرايبها وليها يا العلي والله ثجيله شنو وقفت تتلع العقيله تصيح ويني اخوتي وما يجاوبوها هاي دارين نوايب عتبوها شلون نزلا نزلت زينب من على التل مستحيره لا قلوب لا روح عدها والتساندها البصيره تصيح وين اهل المحنه جيت ليكم مستجيره شلون نزلا نزلت زينب من على التل مستحيرة لا قلوب لا روح عدها والتساندها البصيرة تصيح وين اهل المعنى جيت ليكم مستجيرة والى اخره. احسنتم الله. طيب الله انفاسك الله يبارك فيك ويرعاك وإن شاء الله دائما هذه الأنفاس في خدمة محمد وآل محمد. القصيدة هاي لها تأثير حقيقة أبو علي، يعني ما أدري سبحان الله أكو قصائد خالدة تبقى خالدة وكأنها من تنقري كأنها أول مرة تنقري، والله وحق الحسين يعني. سبحان الله بارك الله بك. أخلاص الكتابة مله. نعم أخلاص الكتابة. الشاعر عندما يحط القلم على الورقة أكو إخلاص، أكو نية صافية. يوم من الأيام أنا أذكر أنا طفل وأذكر عبد علي خاتشي الله يرحمه رحمة الله عليه. عبد علي الكثير من القصائد قرأ له حمزة، قرأ له لوبيدي حسين، قرأ له بعيوني حسين أحفظ وصاياك، قرأ لزين الليلة زينبهم تغمض عيونها، هواي قصائد قرأنا. فسولف لسالفة بعد الاتصال أسولفك إياها. نأخذ الاتصال إن شاء الله وأرجع إلى خدمتك يا أبو علي. الأخت نور الأسدي من بغداد، السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم أختي نور الأسدي، حياكم الله. عظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم. الله يبارك فيك. يوم ليلة علي الأكبر عليه السلام، وأقول لك بقى في حياتك وفاة الرادود ان شاء الله يا رب اخر الاحزان. رحم الله والديك ان شاء الله يا رب يحفظ جميع خدمه اهل البيت واتباع اهل البيت ان شاء الله. والله انقهرنا هوايه لان محبين اهل البيت احنا واحد ان شاء الله. بارك الله بك يا اخوي، بارك الله بك، احسنتي. تسلم لي. تحياتي للرادود المبدع حمزه الصغير وان شاء الله يا رب. الحسين الصغير حمزه الصغير ان شاء الله. حمزه الصغير ان شاء الله. احسنتي احسنتي احسنتي. اطلب منه اذا يعني ما توزعنا عليه اطلب منه لهم البنين ان شاء الله لشفاء كل المرضى وشفاء والدتي ان شاء الله. ان شاء الله. هذا ثاني شخص يطلب لي السيده ام البنين ان شاء الله. ان شاء الله. مشاركه ممكن؟ تفضلي يا اخوي تفضلي. اقول حسين
نفسيا على الأكبر تهدم حاله ما قدر من المعارة يشيله ساعد الله حسين بمصاب الولد راح من الأكبر وحاله ركب ساعد الله من غدر دنيته شي تأمل بعد أخذت ابنه وبعد شي تخليله حسين على الأكبر تهدم حاله وصلوا لي دو على جروحه هو صاح اقعد يا من العيون ضوى بويا مثلك لو تشم نسمة خوى حسين على الأكبر تهدم حاله لقيته يمسح من وجه الدمى خايف يحرك جروحه ويلتمى تمدد بطوله ونده يا فاطمة وصاح ابن بتربلة لحقيله حسين على الأكبر تهدم حاله زرعت بعود وعد الله يكبر تصير سنادي لي لو طحت يكبر كبات ومحنة طولك صار يكبر وجا وقتك يا ضام بهالمسية وجا وقتك يا ضام بهالمسية. احسنت يا اخوي. طيب الله انفاسك. الله يبارك فيك يا رب يحفظكم ويرعاك ويستر عليك بستر الحوراء زينب ان شاء الله. نملي رحم الله والديك مع السلامة ولا تنسونا من دعواتكم للوالدة بالشفاء. خدام لكم يا أخوي. بس هذا الرجاء. الله يمن عليها بالصحة والعافية إن شاء الله. ممنون يا أخوي. شكرا جزيلا لك يا أختي متفضلة علينا دائما الشاركين بالبرنامج. نعم أبو علي. ذكرنا عبد علي خاتش الله يرحمه. نعم رحمة الله عليه. وسولف سالفة عبد علي كان من المعاصرين اللي كانوا منذور الله يرحمه. رحمة الله عليه. الصغير الله يرحمه. فجبناها على الإخلاص. نعم. قال يوم من الأيام حمزة قرأ قصيدة قاعدة كلش حلوة متروسة شعر. فمن طلعنا قال لي عبد علي كان بوقتها ما عنده سامي. شلون هالقصيدة؟ الله يرحم كاظم منذور. يقول قلت له أبو حسين بعد أنت كاظم. قال لي يا عبد علي بس هاي القصيدة ما راح تتوفق. لا إله إلا الله. لأنه كتبتها أرد راوي الناس إنه أنا كاظم منذور. الله 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 الله. وفعلا القصيدة ما أخذت مجال مثل باقي القصائد يعني. أحسنت يا أبو علي. طيب الله أنفاسك. نأخذ اتصال إن شاء الله وأرجع إلى خدمتك. أنا خادم. الأخ سيد صادق من الناصرية. السلام عليكم ورحمة الله سيدنا العزيز. سيد صادق من الناصرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجوركم يا عزيزي. أجوري إن شاء الله. حياك الله. حياك الله يا حبيبي. أهلا ومرحبا بك. أريد مشاركة يعني زيارة. تفضل حبيبي بخدمتك. بخدمتك تأمر أمر يا نور عيني بخدمتك. رحم الله والديك. إن شاء الله إن شاء الله. اسمك مسجل إن شاء الله. زيارة بالنيابة عنا يدعونا إن شاء الله. خادم 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 إن شاء الله. ممنون. خادم ربك. محسن صغير رادو دسه موجود. ابو علي حسين الصغير موجود ويانا. يعني نعم حسين الصغير يريد يعني يسلم عليه. نعم يسمعك يسمعك يا حياك الله. ولا حسين الصغير يسمعك. نعم اي ولا حسين صغير مو. نعم نعم يا حبيبي انا بخدمتك تفضل. ادعونا ادعونا الله يوفقك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يوفق الجميع ان شاء الله. اسال من الله بحق باب الحوائج ان يقضي حوائجك ويشافي مرضاك بحق مريض كربلاء. توفيق للجميع ان شاء الله. تاج راسي تاج راسي سيدنا حياك الله. الله يبارك فيك. الله يوفقك ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. الله ودعونا ادعونا بروح والدك ابو علي. الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك. شكرا شكرا سيدنا. حياك الله يا حياك. ممنونين سيدنا بارك الله فيك. سيد صادق المغراف. والنعم سيدنا والنعم والنعم والنعم. هذا موفق. شكرا يا سيدنا العزيز. الله يبارك فيك ويرعاك. شكرا جزيلا ممنونين منك وان شاء الله ما راح ننساك من الدعاء والزيارة في حرم المولى أبي عبد الله الحسين. والله لا ينساك من رحمته إن شاء الله. أبو علي أكو سؤال يدور بذهني حقيقة. يعني هل وأنا أدري شنو بداخلك طبعا ولكن السؤال يجب أن أسأله. هل إذا أجت دعوة إلى أبو علي حسين الصغير في العشرة الأولى من شهر محرم الحرام ممكن أنه حسين الصغير يطلع من كربلاء؟ مو كيفي. احنا نشتغل يم ملاج وخوش ملاج سلام الله عليه. والملاج بكيفه. حسين الامير انت روح الكربلاء. حسين الصغير انت ابقى هنا. اي والله.
فلان انت روح هناك فلان، هو التوزيع يم حدش. اي والله صحيح. فما نعرف بعد منا لسنة المقبلة اذا الله انطانا عمر، ما نعرف الحسين وين يودينا ان شاء الله. يعني انا ما منطي كلام لأي جهة معينة او لأي موكب معين او لأي دولة معينة او لأي محافظة معينة. لحد الآن بعدنا أنا بالعباسية، جمهور طرف العباسية، لكن بقت يمه بعلي. سلام الله عليه. كيف؟ سلام الله عليه. في دوره الأسماء. أحسنت. أنا سنة من السنين متفق كربلاء وخلص، متفق أنا أقرب كربلاء. ليلة تبديل الرايات. صار الرائد لازم اطلع للكوت. ما شاء الله. شلون صارت؟ ليش تغير الرأي؟ اللي منطيهم كلام هنا اهل الكوت اجوا قنعوهم انه لازم انا اطلع للكوت، هذول شلون وافقوا؟ ما اعرف شلون صارت وشلون وصلت، ما اعرف شلون رحت، شلون انا وافقت، ما اعرف. انا ما مهيئ لهاي المدينة اصلا. يعني بعض مرات انت تبقى بكربلاء تعرف الشارع الكربلاء ايش يريد، من تروح للكوت لازم انت صح تقرا ما بجعبتك، لكن بعض مرات الجمهور من جاي يريد يستلذ. فلا تتصور الجمهور الكربلائي مثل الجمهور اللي موجود بالكوت، الجمهور اللي موجود بالبصرة، الجمهور اللي موجود بالناصرية. أذواق متعددة، فلازم أنت ترضي جميع الأطراف. زين أنت ما مهيئ أصلا لهاي المدينة، البرنامج اللي محضرة ما محضرة مثل لبرنامج كوت أو لي، فمشكلة. شلون صارت شلون أنا وافقت ما أعرف. ليلة تبديل الإعلام يعني خلصت مراسيم تبديل الرايات، أنا خلص بكربلاء باقي. ما شاء الله ما شاء الله. بعدها بساعة صار الاتفاق أنه لازم ثاني يوم أطلع للكوت. سلام الله عليك يا أبو. والحمد لله وشكرا. أحسنت يا أبو علي. طيب الله أنفاسك. اسمع مشاركة أخيرة قبل أن ينتهي البرنامج. مشاركة أخيرة. أي والله. لأم البنين. سلام الله. صلوات رب عليها. صعودا لرغبة المشاهدين وأنا خادم. خادم الحسين مولى العزيز. هواي ناس تقول حسين الزغير ما يقرأ غير حمزة. هواي ناس من يسمع حسين الزغير، من يسمع الاسم خلاص هو باله يروح لحمزة الزغير. لكن عندي قصيدة موجودة على اليوتيوب نزلتها باستشهاد أم البنين صلوات ربي عليها، أقرأ منها نص. أربعتهم للوفا ديرة سالفة غيرة، أربعتهم عقدة والراية قد الحجاية، أربعتهم خاش ربيتيهم شيلي راسيك بيهم، أربعتهم شمايلهم مراجلهم فعايلهم كبيرة، وفا وعهدك زلم عندك يا واحدهم عشيرة، زمطت بهم وسميهم يا الضلوعي القصيرة، كنت قمرة وتضاوين بسماهم الدنيا تحكي برواية وفاهم، كربلاء كلها صلت وراهم وراهم، يما ولدك سور لخيامي شدوا احزامي، يما ولدك يما ولدك خدم صفولي مرايا صارولي، يما ولدك واعتمدت عليهم
شيل راسك بيه الله اربعتهم. الله طيب الله انفاسك من لي. الله يسلمك. الله يبارك فيك ويرعاك، وان شاء الله دائما هاي الانفاس في خدمه يحفظ. محمد وآل محمد. الله يحفظ. الرادود الحسيني المبدع والقدير ملا حسين الزغير، شكرا جزيلا لك يا نور عيني. شكرا لك يا حبيبي ملاتي، جزاك الله خير جزاك الله. الله يبارك. نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه، هكذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج خيمه الامام الحسين. شكري الجزيل وتقديري لخادم اهل البيت الشاعر والاعلامي العزيز ابو يقين علاء عوينات الكربلائي. هذا الرجل حقيقه يعطي كثير من وقته لانجاح هذا العمل وهذا البرنامج. صحيح انه حسين يجي يوقف هنا، حسين الاميري، ويقدم البرنامج، ولكن لولا تعب هذا الرجل فلا ينجح البرنامج. اسال الله بحق الحسين له الشفاء العاجل ان شاء الله تعالى. ختاما تقبلوا تحياتي انا حسين الاميري وتحيات زميلي مخرج العمل السيد مصطفى البلوشي، الى ان التقيكم غدا في نفس الموعد ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.